حصل في الفترة اللي فاتت اللي هي من شهر 10 لغاية شهر فبراير مارس أعتقد لم يحدث في العالم في أي وقت من الأوقات، حتى أخطر من اللي حصل في وقت الكساد العالمي أو في الحرب العالمية الثانية. الحق يقال اللي حاصل النهاردة نسب تضخم حضرتك قلتها، أمريكا أعلنت إن عمرها ما حصل لها التضخم ده من 40 سنة. ده النهاردة عندهم مشكلة لبن أطفال أمريكا، ليه أمريكا؟ وإيه كمان؟ ده الأسعار مش بتعلى، بقت هم عندهم بقى إيه ده اتضرب في اتنين يبقى بتضرب في اتنين، يمكن يتضرب في اتنين واتنين من عشرة، يتضرب في كذا، وبالتالي الأسعار العالمية في الخامات، خلينا نتكلم في الخامات نتيجة إحنا ملناش دعوة ده دخله إيه ولا مش دخله إيه. حضرتك الزيت طب انا بس كلام أنا عندي هقول بس ارقام انا لا عشان قبل ما تقول ارقام بس انا موضوع الزيت ده معقدني من لا سنين. لا هقول لحضرتك احنا فعلا بنستهلك 65 الف طن زيت في الشهر، ده التموين 70 الف طن، طيب ومصر 150 الف طن. جميل اه هموت وافهم لغايه دلوقتي احنا ليه ما بنصنعش الزيت في مصر. هقول لحضرتك يعني هنتكلم فيه في الفاصل. ما بنزرعش ولا بنصنعش؟ لا هو قصده ما قصده يعني عندنا كراش. لا عندنا طبعا، لا عندنا طبعا اه بس بنستورد البذور. اه بس بنستورد البذور بس عندنا النهارده في آه ايوه عندنا في النهايه بس اقصد انه انت كبار. دايما انت على عندك دايما مشكله انت بتستورد قد ايه زيت؟ 97%. شكرا. مصر دي على استهلاكها ده كله مش عارفين توفروا لنا الموضوع ده؟ نتكلم فيه نتكلم لانه موضوع الزيت ده غريب. لا حضرتك ممكن قبل الفاصل فاكر حضرتك القطن؟ فاكر مصر كان بتزرع 2 مليون فدان قطن، وكان بذرة القطن من مش احسن زيت، بذرة القطن اعلى من اي الزيوت اللي احنا بنتكلم طبعا عليها دي، بالذات في الآلية يعني اللي هو يتحمل تحمير درجة حرارة وكده، دي أهم حاجة في الحياة. فمصر كانت بتنتج من زيت بذر القطن ما يكفيها وما تصدر منه. لما حصل النزلة في زراعة القطن من 2 مليون فدان لمليون لنص مليون لآخر السنة اللي فاتت دي زرعنا 250 ألف فدان ومستهدفين 350 ألف فدان، وبالتالي نسبة الزيت بتاع بذر القطن بقى قليل، وزيت بذر القطن أغلى من الصور. ايوه انتم مش شايفين قد ايه الزيت ده سلعه استراتيجيه؟ ما هو بقى ايه؟ ده زيه زي القمح. فول الصويا والعباد. اه. فول الصويا والعباد الحمد لله فول الصويا من اعلى انتاجيه في مصر. بس ما كانش متعود وهندخل في الزراعات التعاقديه. معالي الوزير انت لو جيت في مصر وقلت للمصريين هاخد الطن بكذا هيزرعوا فول صويا وده اللي بيعمله. ده نمره واحد، نمره اتنين. انا هعمل صناعه زيوت في مصر. وانا عايز المصريين يخشوا معايا بسكوك كلنا هنقف طابور لانه احنا بنتكلم في سلعه. احنا بنشرب زيت يا معالي الوزير. الله تعالى اكلمك على اي حاجه. بنستهلك زيت كتير طبعاً. احنا بنشرب زيت ودايما ابتدى يبقى عندنا موضوع الزيت ده اساسي. طب والزيت اخباره ايه؟ ولغايه دلوقتي ما حليناش فيه حاجه. انت